شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اختبارات تكشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية. وأعرب الرئيس السيسي عن تمنياته للطلبة المتقدمين بالتوفيق والنجاح لنيل شرف الالتحاق بالمؤسسة العسكرية العريقة واجتياز الاختبارات التي تتم وفق أحدث المعايير بكل حيادية وتجرد لانتقاء أفضل العناصر من شباب مصر الواعد ليكونوا الدرع الحصين للوطن. شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية التي تشمل الكلية الحربية والكلية البحرية والكلية الجوية وكلية الدفاع الجوي، وكذلك الكليات العسكرية التي تشمل الكلية الفنية العسكرية وكلية الطب بالقوات المسلحة والكلية العسكرية التكنولوجية. وكان في استقبال سيادتي بمقر الكلية الحربية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس شهد عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية بالأكاديمية والكليات العسكرية كافة البيانات الخاصة بكل طالب والدرجات التي حصل عليها وصولاً لكشف الهيئة. وقد ناقش السيد الرئيس الطلبة المتقدمين للأكاديمية والكليات العسكرية من خلال حوار مفتوح حول أهم التحديات والقضايا الإقليمية والشواغل الدولية وعلاقات مصر الخارجية، وكذلك جهود الدولة على المستوى الداخلي في إطار التنمية الشاملة. وشدد سيادته عليهم بأن يكونوا قدوة لجميع شباب وأبناء مصر باعتبارهم جزءاً أصيلاً من المجتمع. حيث تمنى سيادته للطلبة المتقدمين كل التوفيق والنجاح لنيل شرف الالتحاق بالمؤسسة العسكرية العريقة واجتياز الاختبارات التي تتم وفق أحدث المعايير العلمية الدقيقة بكل حيادية وتجرد، والتي تتمسك بها القوات المسلحة في انتقاء أفضل العناصر من شباب مصر الواعد ليكونوا الدرع الحصين للوطن بجانب زملائهم في أكاديمية الشرطة.